ما بينهم هنا في درة الملاعب، ما أكثرها وما أجملها، في التاريخ تبقى عالقة، وفي القلوب لها الكثير من الوقع والحب والذكرى. الديربي دوما لا يلتفت للظروف، دوما لا يعترف بالاختلاف في المعايير والمقاييس. لطالما عودنا الديربي بالكثير من الجنون، بالكثير من الإثارة. نحن هنا في هذا الديربي، وما أكبر اللاعبين الذين لعبوا هنا. فمن ينسى حينما كان ماجد عبد الله وسامي الجابر، يوسف الثنيان، فهد الهريفي، محسن الجمعان، نواف التمياط وغيرهم الكثير. من ينسى صالح النعيمة، أيضا واحد من الكباتن التاريخيين في الهلال، والذي لطالما لعب الكثير من الديربيات. وبلا شك بأنك أيضا لا تنسى محمد الدعيع في جانب الهلال، ولا تنسى الكثير من أسماء النصر. فمن ينسى أيضا يوسف خميس، ومن ينسى إبراهيم ماطر، ومن ينسى الأسماء الكبيرة التي مثلت النصر وتواجدت وحضرت في الديربي وقدمت الكثير. نحن هنا معكم وإياكم أيها الأحبة في هذا الديربي الكبير، الديربي الذي يبحث فيه النصر عن العودة إلى انتصاراته، والعودة إلى مكانه بالبحث عن الصدارة، واستمرار الضغط في على طبعا الاتحاد المتصدر حاليا. الهلال الذي تعثر كثيرا في الفترات الأخيرة، بل أن ثلاث مباريات سابقة لم يحققوا فيها الانتصار، وهذا أمر غريب جدا على الهلال بلا شك. اليوم يبحث عن العودة، يفضل في البداية، الهلال أفضل في الست دقائق الأولى. سعود عبد الحميد، موسى بريقة، التسديد، الهلال أفضل في البداية. سيكون من الصعب على لاعبي وسط النصر تجاوزه. ميشيل دلغادو، ميشيل دلغادو، التمرير، إيغالو، عدت يا أودير، خطرة للهلال، موسى والتمرير، الله عليك، سعود والعرضية، إيغالو والنهاية، يا الله، ركلة جزاء. الشوط الذي حاول فيه الهلال، حاول مرارا وتكرارا، لكن وجد نواف العقيدي أمامه. الآن أمام نواف اختبار آخر، وأمام إيغالو محاولة أخرى. إيغالو للهلال، إيغالو، زعيم الليالي الكبرى، هلال المواعيد التي لا تنسى. أيا كانت وضعية الهلال ففي الديربي الهلال كعب عالي، ففي الديربي الهلال مواعيده لا تنسى وذكرياته لا تمحى، تبقى خالدة في الأذهان، تبقى معلقة في القلوب، تبقى في التاريخ وفي الذاكرة. إيغالو يقص شريط أهداف الديربي، إيغالو ينفرد بصدارة هدافي الدوري، إيغالو نسر الهلال الذي يحلق، نسر الهلال الذي يحلق بهم فيها. الكرة الثابتة، الخطأ لمصلحة الهلال، خلفها محمد البريك وموسى مريقة. من سيسدد؟ من سيضعها؟ مريقة، عدت 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 يا كاريو، وراحت إما في الشوط الثاني. صليهم، التمرير، الكرة تعود باتجاه جحفلي، خاطئة إلى كاريو، وصلت إلى غريب، إلى غريب، التسديدة كانت قريبة لكنها عدت وانتهت إلى ركلة مرمى. فرصة هذا اللاعب المميز بالتأكيد عبد الرحمن غريب، وتسديدته لكن راحت، لا والله راحت بعيدة، حتى ما كانت قريبة. غريب إلى تاليسكا، التسديدة الأولى على مرمى المعيوف، كاد معها النصر أن يسجل، كاد
معها النصر أن يسجل عن طريق هدافه وعن طريق من يوصلهم إلى شباك الهلال في كل مباراة. إنه تاليسكا، انتهت إلى تاليسكا بعيدة على ثلاثة. شوف كرة ماريجا والتسديد والعقيدي والإنقاذ لتأتي بعدها كرة تاليسكا اللي أنقذها أيضا عبد الله المعيوف. شوفوا التسديد، شوفوا التهديد، شوفوا موسى وشوفوا نواف اللي يمنع هدف. سبحان الله، هذه ترى وقعت في المحظور يا ماشا في المرة الأولى العمري، وفي المرة الثانية الأوزبكي. وميشايل ركلة جزاء هلالية هلالية هلالية. أيها المحيط الهلالي، يكتمل الهلال في هذا الديربي، يضرب إيقاله، والنسر للمرة الثانية بالهلال يحلق، والأجواء في المدرج لا تصدق. الله الله، الهلال أياً كانت ظروفه قبل المباراة لا يمكن أن تتنبأ بما يفعل، لا يمكن. عودة حميدة يا واحد من أفضل الأظهرة اليسار في تاريخ كرة القدم السعودية، رونالدو! رونالدو متسلل، رونالدو الهدف أبيض، الهدف أبيض يا رونالدو، لم يسجل بل إنه ألغي. شوفه مرة أخرى، يعني ها بينه وبين جحفلي، بينه وبين جحفلي، لكن النهاية، النهاية الفينش من رونالدو كان جميل. دينكو، احتفالية لم تدم طويلا، احتفالية لم تدم طويلا، فرونالدو كان متسللا في اللقطة الماضية بقرار المساعد الأول. فماذا عن غرفة الفار وماذا عن القرار النهائي؟ هل تكون لحظة إعلان العودة للنصر في المباراة؟ هل تكون لحظة إعلان النصر للعودة في الديربي؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد، كل شيء ممكن. كريستيانو رونالدو يبحث عنها ويريد أن تكون هذه طريق العودة للديربي من جديد. الهدف اللي سجله رونالدو وقرار مايكل أوليفير. سننتظر بعد الحديث مع غرفة الفار، مع إنجلاند هنالك في غرفة الفار، هل يتأكد القرار؟ أوفسايد يا رونالدو. حتى الهدف المسجل بعد فترة طويلة من الصيام عن الوصول إلى المعيوف في أول وصول لرونالدو كان متسللا، كان متسللا. أوفسايد يا رونالدو، قبل الكرة أو لا. المعيوف التي ينتظرها رونالدو من بداية اللقاء. غريب مر من أمام كاريو وسقط، وخطأ لمصلحة النصر في مكان خطير جدا أمام منطقة الجزاء، أمام منطقة الجزاء. هل يعلن معها رونالدو عودة النصر للديربي؟ هل يعود ويكون هنالك جنون قادم ومنتظر في دقائق المباراة القادمة؟ راح نشوف، راح نشوف الكرة الثابتة، القدم اليمنى، رونالدو الهدف رقم 31 في مختلف الديربيات التي لعبها، ينتظره الآن. رونالدو يتقدم، والتسديدة، ركلة جزاء، يوم ركلات الجزاء، ديربي ركلات الجزاء، ركلة الجزاء الثالثة التي يصفر عليها مايكل أوليفير في مباراة اليوم. ركلة جزاء سيؤكدها الفار، هل كان فيها هاندبول؟ إيقالو، وبعد ذلك ارتدت في من؟ ارتدت في من؟ هل في موسى ماريجا؟ هل في موسى ماريجا؟ آخر ديربي سجل سالم ركر، هل هنالك ركلة جزاء تعيد النصر للديربي من جديد؟ أم أن اللقطة سليمة؟ شوفها مرة أخرى، شوفها مرة أخرى، شوفها مرة أخرى. شافها مايكل أوليفير، شافها مايكل أوليفير، سيلغيها يبدو، يبدو سيلغيها. راح نشوف نتأكد.
رونالدو هدف يلغى وركلة جزاء تلغى ورونالدو يندب حظه يتحسر على هذه اللحظة التي كان من الممكن أن يعيد النصر فيها للديربي، لكن مايكل أوليفر يقول بأن سليمة كانت في ظهرك يا إيجالو، كانت في ظهرك يا إيجالو. علي أمام كنو، علي أمام كنو والمعيوف، والله على صمام الأمان في الهلال، الله على الجانج اللي يتصدى لهدف نصراوي محقق من أمام محمد مران. جان في الشوط الأول جحفلي، وفي الشوط الثاني جانج هيونسو، جانج هيونسو لطالما كان عنوان للف